السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده. معكم فدوى في قناه فدوى بالله شانين. مرحبا بكم، فيديو جديد ووصفه جديده اللي هي بسبوسه سهله مهله في التوجد بالجبن. كتحضر ندوزو دابا المقادير. عندي هنا كنافه، انا هذه كنشريها بهذه الطريقه، هذه الماركه ديالها سميتها كنافه، فيها 454 غرام، هذه هي البوطه ديالها. بالنسبه للزبده عندي تقريبا واحد 5 المعالق كبار ديال الزبده. دابا غادي نبدا نفرتت داك الكنافه ديالي. هنايا كان شويه باقي بارده، واخا جبتها قبل من الفريكو باش تلق راسها، وانا عندي كان مشكل ديال يدي، باقي واحد صبعي ضارني. المهم انا كنت كنحاول معها شويه وشويه، كتشوفوا الطريقه كيفاش نقطعها بحال هكا، طريفات صغار تقريبا 5 سنتيم بحال هكا. غنبقى معها حتى نقطعها مزيان، ومن بعد غادي نضيف لها داك الزبده ونخليها ندخلها مزيان فيها بيدية بحال الطريقة كيف ما كتشوفوا معايا، وكتجي زوينة بزاف لذيذة ما تصبروش. احسن من البلايص اللي كيتباعوا فيها انك تقدري تصيبها في الدار ديالك، سهلة مهلة مقادير بسيطة وكيكونوا متوفرين عندك. هنايا كيف ما كتشوفوا انا درت داك الزبده وبديت كندخلها مزيان في داك الكنافه ديالي اللي كنت ديجا قطعت بهذه الطريقه هكا، حتى كتشرب مزيان داك الزبده. ومن بعد غادي نجيب اللاطه اللي غادي ندير فيها داك الكنافه ديالي الصغار. الا بغيتي ديروها في لاطه كبيره على شكل كيكه، هذاك اللاطه ديال لاطارت، او ديروا هادو البسبوسات الصغار. في الحقيقه انا كيعجبوني بسبوسات فرديين فحال هكا، انك تقدري تحطيهم في اي وقت بغيتي وحتى للضيوف ديالك. هنايا كندير شويه بشويه وكنمعس بالكاس، ضروري من هاد المرحله هادي باش كتخليو لي سباس فين نديرو داك الخليط ديال الجبن اللي غنوجد معكم من بعد. هنايا تقريبا درت النص وغيبقى لي النص من بعد باش غادي نغطي الكنافه ديالي. هنايا عندي 500 مللتر ديال الحليب بارد، هنايا عندي تقريبا واحد نص كاس ديال النشا، وهنايا عندي كانت ديال قشطه ديال بوك، وعندي كريم تشيز. اي كريم تشيز تقدروا تستعملوا فاليدلفيا او اي كريم عندكم توفر. هنا ضفت داك الحليب مع داك النشا، انا قلت لكم نص كاس، تقدروا ديروا تقريبا 3 المعالق ونص كبار ديال النشا. هنا لاحظتوا ما درت لا سكر لا والو. من بعد غادي نحطوا داك القطر ديال باش غادي نسقيو هو اللي غيكون حلو. هنا درت داك الخليط ديالي على النار، نخليوه حتى يتجمع ويتعقد مزيان، نحيدو من النار كيف ما كتشوفوا معايا، كنحركو مزيان ضروري من هاد المرحله. غادي نضيف داك القشطه بوك ديالي من بعد منين حليتها، ومن بعد غادي نضيف داك تشيز، كريم تشيز، اي فرماج عندكم توفر، حتى هو كيصلح لهاد البسبوسه هادي اولا البسبوسات الصغار فرديين. هنا من هاد المرحله ضروري نتحرك جيدا، ومن بعد غادي نضيفو داك الكريم تشيز بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا، وغنبدا نحرك
حتى يتجانس الخليط مزيان. ما نوصفش لكم شحال جات زوينه ولذيذه بزاف بزاف. هنا كاين في هذه المرحله في هذه الطريقه هذه كيدير السكر، انا كنفضل ما درتش السكر حيت هي اصلا كتجي حلوه. هنا غطيتها بلاستيك غذائي وغندخلها للثلاجه تبرد تقريبا واحد نص ساعه حتى لساعه على ما نوجد القطر ديالي. هنايا غندير جوج كيسان ديال العنبه مع كاس ديال الماء وقطع ديال الحامض. ما تكتروش من الماء باش ما يجيكمش داك القطر، ولا باش غادي تسقيو غادي يجي سميتو جاري بزاف. هنايا من بعد ما بردات لي داك الخليط الجبن اللي صايبنا مع الحليب وميزينه، غنولي نخلطو عاوتاني مزيان باش يتجانس حيت كيبرد ضروري. عاوتاني من هاد المرحله هادي كيجي زوين بزاف بزاف. هنا غادي ندير، غادي نجيب داك البلاستيك ديال باش كنزوقوا الحلوه. هنا ضروري ما تستعملوش كيجيكم ساهل، الا ما عندكمش متوفر تقدروا ديروا غير بالمعلقه وتبداو تعمروا داك القوالب ديال الكنافه ديالكم، او لا بغيتوا ديروها كنافه كبيره. هنا كيف ما كتشوفوا انا ضفت تقريبا واحد معلقه كبيره ونص، ما كنعمروهاش بزاف باش ما تخرجش لينا داك العماره كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد من غنعمرهم كاملين غادي نبدا نغطي داك الكنافه ديالي غير شويه ونحاولوا نضغطوا عليها باش نقادوا الجوانب ديال هاد الكنافات. هادو كتجي زوينه ولذيذه، كنتمنىكم انكم تجربوها. من هنا كنشكر كاع الناس اللي دخلوا عندي جداد القناه ديالي وشجعوني، شكرا بزاف على التعليقات ديالكم الزوينه. كتشجعوني باش نصايب لكم مازال ونحط لكم الجديد. هنايا بقات لي واحد شويه وزدتها في قالب واحد اخر ديال هادشي ديال القوالب ديال البانكيك ولا الكيك اللي متوفر عندكم. كيف قلت لكم تقدروا تستعملوها وحده كبيره كتجي بحال لا طارت كبيره، كتجي زوينه حتى هي. هنا هي الكنافه من بعد من دخلتها طابت تقريبا، خدات لي واحد 20 دقيقه ما كاملاش على فرن كيكون سخون 350 درجه اللي هي 180 سيليسيو. كيتحمروا لينا من التحت ومن بعد كنشعلو عليهم من الفوق. كيف ما كتشوفوا القطر اللي كنت وجدت وخليته برد جانبا. من بعد انا بديت كنسقي به هاد البسبوسات هادو، كيجيو بحال هكا. انا قلبت داك البسبوسات على صينيه وهنا غنبدا نزوق داكشي اللي متوفر عندكم. تقدروا تزوقوهم بكاوكاو باللوز، انا درت البيستاش كان متوفر عندي، كيجيو كيعطيو منظر زوين ومذاق رائع، روعه روعه لا يوصف حقيقه. انا كتعجبني كنافه ودرت ليهم داك الوريضات ديال الوريضات ديال الاكل كيصلحوا، وفي نفس الوقت كتقدر تزوقي بهم الحلويات ديالك. كي كيجيو منظر رائع. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وما تنسونيش من التعليق ديالكم زوينه ومن اللايكات وتشيريو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ومع الاحباب. شكرا لكم بزاف ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.